تبقى المنافسة دايما يعني بتخلي كمان محبي كرة القدم يبقوا بيتفرجوا بنوع من انواع الشغف. بالظبط. خلينا نتكلم دلوقتي يا استاذ طارق على صورة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وهي صورة نادي الاهلي او فريق النادي الاهلي طبعا. ما قبل سفره لبطولة كأس العالم للأندية، تابعت الصورة دي ازاي؟ تابعت استقبال الفريق كمان ازاي؟ اللي يمكن امبارح كان يوم اول يوم تدريب او تمرين للاستعداد لهذه البطولة، وخاصة عنده ماتش مهم يوم الاربعاء مع اوكلاند سيتي. بص، تداول الصورة وشكلها والاستقبال ووجود النادي الاهلي في بطولة زي بطولة كأس العالم للأندية، التسويق نفسه ده كله احنا عايزينه كل الفرق المصرية، ده حاجة جميلة جدا ان انت تشوف هذا الشكل الجميل، الشكل المنظم، الشكل شيك. الشيك بالظبط، بيصدر لك صوره للعالم بشكل كويس جدا. الفيفا نفسه تداول الصوره، العالم كله، فده تسويق للصوره الذهنيه بتاعتك اللي هي بتؤكد ان انت عندك نادي القرن، عندك اقوى فريق في العالم، اقوى فريق في الشرق. فبالتالي ده نوع من التسويق الكويس جدا اللي بيجيده النادي الاهلي. كمان تواجده في المغرب مع فرق كبيره جدا مع بطوله زي كده، ده نوع من التسويق الجيد، ولازم كلنا نبقى في هذه الصوره الجيده لانها صوره ذهنيه رائعه. يعني صحيح. وجود كمان الفيفا وتسلمه للشهاده، المشاركه الثالثه ومنافسته على البرونزيه او الذهبيه او الفضيه، ده حاجه احنا نشجعها اكتر. احنا عايزين نفوز بالبطولات العالميه اكتر من الفوز بالبطولات المحليه. فطبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. اتمنى ان يتخطى فكره ومبدا الاداء مشارف. الاداء المشرف، نوصل بقى ان احنا يعني نكسب. يعني كده كده الاداء المشرف لازم يكون موجود، ما فيهاش المفروض دي ما فيش فيها حاجه جدال ولا نقاش. على اي حال طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ طارق رمضان الناقد الرياضي، نورتنا في صباح الخير. شكرا. نورتنا استاذ طارق، وكنت يعني ضيف عزيز دايما كده علينا في صباح الخير. شكرا لوجودك معانا.